تأمل هذه الصورة مليا، هي تحفة نادرة التقطت قبل قرن من الزمان لمدينة واقعة في قلب الصحراء. يلفها سور ضخم لحمايتها من الغزاة. لا شك أنها تضم كنزا ثمينا يتوسطها، هو كمثل ماء اجتذب الظمآن ليرتوي، كالنبع الذي تفجر بين يدي هاجر أم إسماعيل بعد أن أضناها التعب في ذلك الوادي السحيق. فاستجاب الله لدعوة نبيه إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هنا هوت القلوب إلى مرقد رجل كان أبا للضعفاء في حياته، وبات حصنا لهم في مماته. هنا الحياة تستمد من قبر، وهنا حارب الناس عوامل الطبيعة بالحب، الصحراء، الحر، والعواصف الرملية. خضعت كلها إكراما لساكن المدينة. أوليس نوح دفين هذه الأرض قد بنى سفينته في صحراء قاحلة؟ فمن قال إن الصحراء مجدبة لا تنبت؟ لقد أثمرت هذه الأرض منذ 1000 عام عشرات الآلاف من طلبة العلم الذين قصدوا مدينة النجف من بابها، عملا بحديث نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صهره وابن عمه علي عليه السلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فجاوروا الحضرة العلوية للنهل من علومها والاقتداء بسيرة صاحبها حتى يبلغ الدين للناس، فتحولت المدرسة إلى حوزة علمية استقطبت الطلاب من شتى أنحاء العالم. قد تجد في عالم اليوم مدناً كثيرة تشكل مقصداً للزوار والسياح، ولكن النجف وحدها تجذب الأحياء والأموات معاً في مشهد غير مألوف. فعلى الرغم من أن لمدينة النجف الأشرف قدماً ضارباً في التاريخ وعرفت حضارات عديدة، إلا أن ذكراها اليوم بات مرادفاً. فالقبر تحول إلى صانع حياة أناس ومدينة، وهو ما يدعو للبحث والتساؤل. لما تأتي هذه الجموع والهة من شتى أصقاع الأرض قاصدة ضريحا مضى عليه أكثر من 1400 عام، لماذا يتوجه طلبة العلم إلى جوار هذا الضريح حتى يتفقهوا في دينهم؟ عندما نتحدث حول مدينة النجف الأشرف، تلك المدينة الضاربة في عمق التاريخ وتاريخنا الإسلامي بالتحديد، نشير إلى أمر أساسي هو ارتباط النجف والكوفة، والكوفة هي أول عاصمة إسلامية بعد المدينة المنورة، حيث اتخذها أمير المؤمنين سلام الله عليه عاصمة له في سنة 36 للهجرة عندما تولى الخلافة. فكانت الانتقالة الأولى للعاصمة الإسلامية من المدينة المنورة إلى الكوفة. من هنا نشأ ذلك الترابط ما بين الكوفة وما بين علي بن أبي طالب. وفي ظهر الكوفة كانت النجف، وكان مثوى ومرقد علي عليه السلام. من هنا يكون المعلم الأساسي والأبرز في هذه المدينة
هو مرقد ومقام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. معلم بارز آخر تحويه مدينة النجف الأشرف هو مقبرة وادي السلام التاريخية التي تمتد على مساحة شاسعة وتحوي عشرات آلاف القبور، من ضمنها قبر نبيي الله هود وصالح عليهما السلام، وعمرها من عمر المدينة. النجف في مطلع تكونها مكاناً آمناً تنقل إليه أجداث العظماء من الناس ليستقروا هنا، حتى أن هذا الوادي السحيق الطويل المتسع الصامت والمتكلم بصمته يطلق عليه منذ القدم وادي السلام. ولا أدري أي سلام يقصدون، هل هو سلام من الملكين أو سلام من الذين يحاسبون الإنسان على ذنوبه وسيئاته، أو السلام الآخر، لا أدري أي سلام هذا، لكن السلام فعلا نجده ونلمسه في هذه المقبرة الكبيرة التي احتوت على أجساد الأنبياء وأجساد الأولياء والصالحين والملوك والأمراء والعلماء والشعراء والحكماء والفلاسفة، وعدد كبير ممن ترك بصمة واضحة على التاريخ. وادي السلام، هذه المنطقة الآمنة، المنطقة التي يسعى جميع الشيعة إلى أن يدفنوا فيها لجوارها لأمير المؤمنين سلام الله عليه. أيضا بعض الروايات تشير إلى أن أمير المؤمنين عندما كان يعلم بأن في هذه المنطقة سوف يدفن عشرات الآلاف، 60,000 أو 70,000 ممن يردون إلى الله سبحانه وتعالى ويكون مقامهم الجنة، اشترى هذه المنطقة واشترى هذه المنطقة لكي يدفن فيها المؤمنون، وما زال المؤمنون يدفنون في وادي السلام من شتى أنحاء العالم. لذا تعتبر وادي السلام هي من أقدم المقابر التاريخية في العالم، أقدمها عمقا في التاريخ وأقدمها تاريخا، ودفن فيها العديد. لكن أيضا لم تكن هناك اكتشافات وحفريات للتنقيب عنها. تشير كتب التراث الإسلامي وغيرها من مصادر حضارات بلاد ما بين النهرين في عدة مواضع إلى أن أبوي البشرية نبيي الله آدم ونوح عليهما السلام دفنا في أرض النجف، وهي من البقع المباركة التي استودعها الله قبور ثلة من الأنبياء والأولياء والصالحين. وعلى هذا فقد اتخذها الإمام علي عليه السلام عاصمة له في حياته، واشترى قطعة الأرض التي تضم قبره الشريف اليوم. حينما استشهد الإمام ونقل من الكوفة إلى ظهر الكوفة، كان هنا قبر موجود للإمام مكتوب عليه هذا قبر الإمام علي بن أبي طالب، فقبره موجود، وإلى رجيعيه يعني النبيين آدم ونوح دفن في هذا المكان الذي دفن فيه علي. وقد اشترى أمير المؤمنين هذه الأرض من أصحابها لأجل أن يدفن فيها وتكون ملكا له ولشيعته الذين يأتون من بعده. فالزيارة التي هي زيارة أمير المؤمنين نص فيها أنه السلام عليك وعلى رجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. وهود وصالح قبرهما في هذه المقبرة التي تبعد عن قبر أمير المؤمنين 500 متر أو 600 متر ليس إلا. ما ورد في الروايات عن كون هذه مدينة النجف هي منزل لإبراهيم، لقد ذكر وإبراهيم اشترى هذه المدينة مدينة النجف الذي كانت تسمى ظهر الكوفة، اشتراها بغنيمات المأثور هكذا،
وما ذكره هذا الأمر هو ابن عساكر الدمشقي المتوفى سنة 571 في تاريخ دمشق الكبير، وذكره كذلك صاحب تهذيب تاريخ دمشق، وذكر كذلك في فرحة الغريب. وورد المأثور على إن الإمام علي عليه السلام اشترى أرضا في ظهر الكوفة وهي هذه المدينة مدينة النجف قبرا له. إثر اغتيال الإمام علي عليه السلام واستشهاده على يد الخارجي بن ملجم، أوصى أمير المؤمنين أبناءه أن يدفنوه سرا وأن يعفوا موضع القبر لكي لا يتعرض للنبش والتخريب من قبل أعدائه، فعمل أبناء الإمام على إخفاء القبر الشريف إنفادا للوصية، وبقي مخفيا عن العوام لمدة تفوق 120 عاما بحسب بعض المصادر. وعندما نعود إلى رواياتنا نجد أنه في الروايات تشير بعض الروايات إلى أنه عندما بعد استشهاد أمير المؤمنين وما ذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه لأبنائه أنه بعد موته احملوا أنتم طرف الجنازة والطرف الأول سوف يقوده جبرائيل وبقية الملائكة، وأينما وضع الطرف الأمامي فضعوا الجنازة عنده. وعندما حفروا في حفر القبر وجدوا أن هناك مكتوب هذا من دخره نوح عليه السلام نوح إلى علي بن أبي طالب، مضمون هذه الرواية بهذا الشكل. وجود النجف الأشرف يدين إلى وجود قبر الإمام علي عليه السلام في هذه البقعة المشرفة، وقد أوصى سلام الله عليه أن يدفن فيها، وبقي قبره مخفيا مدة طويلة من السنين حتى أظهره على أصدق وأدق الأقوال الإمام جعفر الصادق. وطبعا كان الأئمة قبله يزورون هذا القبر ويعرفونه، ولكن الإمام الصادق عليه السلام أمر أحد تلامذته أو أوصى أحد تلامذته أو مريديه وهو صفوان الجمال، وقام بعمل قبة أو أنه نقول أنه عمر هذا القبر وأظهره للناس. في النجف حصرا عشرات من طلبة العلم يجلسون على الأرض في أحد البرانيات النجفية تحت عين السماء وفي الهواء الطلق في أحد صباحات المدينة، يتحلقون حول أستاذهم الذي يرتقي كرسيه الخشبي ليلقي عليهم بحثه الفقهي. هي صورة تجاوز عمرها 100 عام تلخص حكاية النجف وحوزتها العلمية في ماضيها الطويل الذي يربو على 1000 عام والذي لا يزال مستمرا ببركة صاحب تلك القبة البيضاء كما وصفها الشاعر البغدادي قبل 1000 عام أيضا. نحن في هذه الأيام نعيش ذكرى 1400 سنة على مجيء الإمام علي عليه السلام في 12 رجب سنة 36 هجرية، والآن نحن في 1436، يعني 1400 سنة على انطلاقة إذا صح التعبير الحوزة، وإن كان الإمام عليه السلام بدأها في المدينة المنورة، ولكن أقصد أن الحوزة أساسا أسست في هذا المكان في الكوفة. يقصد بكلمة الحوزة أنها مركز التعليم الديني الذي يتخذ من الحلقات الدراسية شكلا له مع منهاج متدرج في التدريس. وقد تميز الفقه الشيعي بحركيته طوال التاريخ، فمفهوم الفقيه لا يتعلق برجل الدين المنبري فقط بل يتعلق بإدارة شؤون المجتمع. هذه الحركية
أساسها فتح باب الاجتهاد عند فقهاء المذهب الإمامي، وبات الفقيه المجتهد الموصوف بالقدرة على استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة هو المرجع للمؤمنين في زمن الغيبة الكبرى. الأئمة سلام الله عليهم في عصر الغيبة الكبرى، غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه، جعلوا لنا نظاما، وهذا النظام هو الرجوع إلى الفقهاء العدول، هذا الفقيه العادل الذي يكون نائبا للإمام. في عهد الأئمة سلام الله عليهم كان هناك نواب خاصون، يعني في عهد الإمام الصادق كان في المدينة المنورة، كان الناس من الشيعة في الكوفة يسألون الإمام ممن نأخذ أحكامنا، يقول يونس بن عبد الرحمن، يأتي يسأل الإمام أيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، يقول نعم، يقول لزرارة أنه اجلس في مسجد الكوفة وأفتي الناس. بالنسبة إلى حديث الإمام العسكري فقد أوكل أخذ الأحكام الشرعية من الأئمة ومهد لأخذ الأحكام الشرعية من الأئمة إلى العلماء، فقال قلدوا هؤلاء العلماء الذين هم يحافظون على دينهم ويخالفون هواهم ويصونون نفسهم من الهوى، قلدوا هؤلاء العلماء. كانت النجف منذ ما يزيد عن 1000 عام ولا تزال موطن المرجعية الدينية العليا لأتباع مذهب أهل البيت، ومقصدا لطلبة العلم يرجعون إليها للتزود بعلوم الشريعة. ويظهر أن المدرسة النجفية مرت بثلاثة أدوار: الدور الأول بانتقال الشيخ الطوسي إلى النجف حتى أوائل القرن العاشر الهجري، الدور الثاني في النصف الأخير من القرن العاشر الهجري وهو العهد الذي استعادت فيه النجف مركزها العلمي بعد أن فازت الحلة بزعامة المركز العلمي مدة 3 قرون، الدور الثالث مع إشعاع مدرسة النجف من جديد في أواخر القرن 12 الهجري، حينما أتاها السيد محمد مهدي الطباطبائي المعروف ببحر العلوم. لم تتكامل مدرسة النجف وتكن ذات حلقات ونظم علمية إلا في القرن 5 للهجرة على عهد الشيخ أبي جعفر بن الحسن المعروف بالطوسية، الذي أرسى الدعائم المتينة لحوزة النجف الأشراف. كان ذلك بعد أن تعرض للاعتداء وأحرقت داره ومكتباته في بغداد، فاضطر للهجرة إلى مشهد أمير المؤمنين عام 448 للهجرة. دخل السلاجقة إلى بغداد. السلاجقة لا ينحدرون من بيئة حضارية، من حضانة فكرية، من حاضنة فكرية كبيرة. السلاجقة من بدو منطقة الأناضول، جاءوا ضمن رؤية يعتقدون أنها تمت إلى الدين بصلة، والحق أنهم وظفوا هذه الرؤية الطائفية المتطرفة لأغراض سياسية، فأسقطوا سلطة البويهيين في بغداد وألغيت تلك السمة التي ميزت بغداد في عصر البويهيين، وهي سمة التعددية الفكرية. عندما نعود إلى تاريخ الشيخ الطوسي وبداية هجرته إلى النجف، لا نستطيع أن نقول أنها صدفة اختياره للنجف الأشرف. لا شك أن النجف الأشرف جوار أمير المؤمنين سلام الله عليه وارتباطه بحديث أنا مدينة العلم علي بابها، هذا يعطي في دافع أن الشيخ الطوسي إذا أراد أن ينقل هذه المدرسة العلمية التي كانت لديه. الشيخ الطوسي كان معروف له كرسي الأستاذة والأستاذ في بغداد، حيث كان هذا الكرسي للشيخ المفيد ثم للسيد المرتضى ثم وصل للشيخ الطوسي، فهذا معناه أن هناك حركة علمية كانت في بغداد.
وهذه الحركة العلمية أراد الشيخ الطوسي أن تستمر وأن تبقى، وبقاؤها كان في النجف الأشرف. اختياره للنجف ليس لحسن هوائها أو لأنها مدينة ذات جمال خاص، وإنما لخصوص مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أما مرحلة الشيخ شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، واقعا بعدما حدثت الفتنة في بغداد وأحرقت مكتبة الشيخ الطوسي مع منبر درسه، انتقل الشيخ من بغداد واتخذ النجف عاصمة للتشيع وللحوزة العلمية. وكان الشيخ الطوسي أيضا يلقي محاضراته في المرقد الحيدري الشريف، وجمعت هذه المحاضرات بكتاب اسمه الأمالي، يعني محاضرات يؤرخها باليوم والشهر والسنة. وكثير من تلاميذ الشيخ الطوسي هم ينتمون إلى مدن عربية وغير عربية. في النجف بادر الشيخ الطوسي إلى تأسيس مدرسة علمية جديدة تهتم بتدريس وصيانة تراث أهل البيت، ودشن الطوسي العهد الجديد بالتدريس والتأليف، فكانت لحظة وصوله النجف هي الحد الذي يعين بداية تاريخ الدراسة الواسعة لفروع المعارف الإسلامية كافة. الشيخ الطوسي كان شيخ الطائفة، وكان عندما نعبر عنه لأنه شيخ الطائفة لا يكون لهذا التعبير مبالغة، في هذا التعبير مبالغة لإعطاء مكانة الشيخ الطوسي العلمية. كتب في الفقه، كتب في الحديث، كتب في الرجال، كتب في التفسير، كتب في علم الدراية، تنوعت كتاباته في كثير من في الأصول الفقه، تنوعت كتاباته في كثير من المجالات العلمية، حتى أصبح تأثيره الفكري وسطوته العلمية أنه لقرنين من الزمان بعده لم يستطع أحد أن يرد آراءه. هو يمتلك كتاب التهذيب بعشرة أجزاء، تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار بأربعة أجزاء. هذه الكتب هي في علم الحديث، الحديث المروي عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أو المروي عن الأئمة عليهم السلام. فهذان الكتابان هما في مصاف كتاب الكافي لشيخ الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه لشيخ الصدوق. فإذا الشيخ الطوسي كان له الباع الكبرى الأكبر للفكر الإمامي بعلم الحديث. عام 460 للهجرة توفي الشيخ الطوسي، فاهتزت أركان النجف وخبى نجمها إثر غيابه، وكان الشيخ أبو علي الحسن بن أبي جعفر الطوسي من أبرز تلامذة أبيه الذين استوعبوا تراثه وامتدت بهم مدرسته. وبعد وفاة الابن تعهد عمادة مدرسة النجف الأشرف ولده الشيخ محمد بن أبي علي ابن أبي جعفر محمد الطوسي الذي عزز المركز العلمي للنجف، فازدلفت إليه طلاب العلوم الشرعية من مختلف نواحي العراق. الشيء الذي حصل في القرن السادس الهجري هو بروز ابن إدريس الحلي، فاستقطب ابن إدريس عدد كبير من الناس من العلماء، أدى إلى ضعف في المدرسة النجفية، حصل ضعف هنا. بعد وفاة ابن إدريس المدرسة الحلية بدأت أيضا تأخذ بالنمو في عهد المحقق الحلي والعلامة الحلي. بعد وفاة العلامة هنا ضعفت المدرسة الحلية، أخذت تضعف
في عهد فخر المحققين. فخر المحققين هو ابن العلامة الحلي. فعادت المرجعية الكبرى إلى مدينة النجف الأشرف، والذي أعادها هو المقداد السيوري. مع الشيخ أحمد بن محمد المعروف بالمقدس الأردبيلي يبدأ الدور الثاني لحوزة النجف، والسبب في عودة الحياة العلمية إليها هيأته عدة عوامل: سياسية بسبب الصراع الصفوي العثماني، واجتماعية عبر مد المياه إليها، وأمنية عبر بناء سور ضخم حولها. فأثمرت هذه الفترة ثروة فكرية في شتى مجالات المعرفة. استمرت هذه المدرسة يمكن أن أقول بالاتساع أو بالشكل الكامل إلى القرن الثاني عشر الهجري. الثاني عشر الهجري حقيقة نافست المدرسة النجف كربلاء. مدرسة كربلاء في عهد شيخ يوسف البحراني والوحيد البهبهاني نافست النجف. كثير من الأعلام النجفيين درسوا في كربلاء، لكن وفاة هالعلمين، الشيخ يوسف أسبق وفاته، ثم الوحيد يعني في نهاية القرن الثاني عشر الهجري، عادت المدرسة النجفية إلى الاتساع على يد علمين كبيرين، هما السيد محمد مهدي الطباطبائي المعروف ببحر العلوم، والشيخ جعفر الكبير الكاشف الغطاء. يعرف عصر العلمين السيد محمد مهدي الطباطبائي الذي لقب ببحر العلوم لسعة شخصيته المعرفية في شتى مجالات العلم، والشيخ جعفر آل علي الذي لقبت أسرته باسم كاشف الغطاء بسبب كتاب ألفه يعرف عصرهما بعصر النهضة العلمية في الحوزة النجفية لكثرة من نبغ فيه من الفحول وكبار العلماء. الشيخ جعفر الكبير من الشخصيات المنظمة للنجف، منظمة لحوزة النجف، هم منظمة كان زعيمة للنجف، هم كان قائدا عسكريا وأيضا مجتهدا للفتوى وإدارة الدولة. يعني يوم السلح مثلا أردنا أن نطلق يعني التجربة الفعلية لمصطلح ولاية الفقيه، إن أردنا أن نكون بهذا الصيغة قد جسدها الشيخ جعفر الكبير في النجف، بحيث كان هو القائد السياسي وهو المفتي. عندما هاجر السيد بحر العلوم إلى النجف كان عهد كثير من العلماء، كانت المرجعية العامة للسيد بحر العلوم، إلا أنه قام بتقسيم الوظائف فأعطى الدرس والفتوى إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء. يطالعك حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. كيف لا، وهذا الحديث هو عماد الحوزة التي نشأت في باحات الصحن الشريف. فالدروس الحوزوية وحلقات الدرس كانت وما زالت تعقد هنا في الغرف المحيطة بمرقد الإمام علي عليه السلام. وبعد توسع الحوزة ووفود أعداد كبيرة من الطلبة من خارج النجف والعراق،
نشأت المدارس أيضاً خارج الحضرة العلوية في المساجد والحسينيات والمكتبات. فعلاً ضمن فولكلور هذه المدينة يقولون أن من يدخل لهذه المدينة ويطلب من أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يوفقه للعلم فإنه ما من أحد دخل إلى أمير المؤمنين طالبا منه أن يوفقه لكي يكمل هذه المسيرة إلا وقد من الله تعالى عليه بهذا الأمر. يبلغ عدد المدارس في النجف الأشرف أكثر من 60 مدرسة دينية. طبعا هذه المدارس حتى اختلف في الوقت الحاضر، اختلف نموذجها وهندستها ومنهجها، أيضا المنهج الدراسي اختلف عما كان أول في الدراسة السابقة. كانت الدراسة في الوقت السابق تكون على محورين، محور مجموعة ومحور فردي. تتوزع الدراسة في الحوزات الدينية على مراحل ثلاث هي المقدمات، السطوح، والخارج. فطالب العلم في مراحل دراسته لا يفكر بأن ينال شهادة أو يجتاز عقبة امتحان رسمي ليحظى بوظيفة، إنما يفكر ويطلب العلم لنفسه. ومن مميزات هذه الدراسة أن الطالب حر في اختيار المدرس، فالتدريس في الجامعة النجفية بكل أقسامه مجانية، لا يأخذ عليه المدرس أجراً، والطالب في كافة المراحل حر في اختيار زيه. مراحل الدراسة عندنا ثلاثة مراحل: المقدمات وهي التي تكون من مبادئ تحصيل العلم من العربية والبلاغة والنحو واللغة والصرف والمنطق، هذه الأمور تسمى مبادئ الاجتهاد، مبادئ العلوم الدينية. ثم بعد ذلك يدخل في علم الفقه وعلم الأصولي وعلم الأخلاقي وعلم التفسير. هذه كتب معينة يدرسها من قبيل اللمعة الدمشقية مثلا، أو أصول الشيخ المظفر، أو الأصول التي كتبها العلماء، أو المكاسب مال الشيخ الأنصاري، أو الكفاية لصاحب الكفاية. حينما يدرس كتب معينة عميقة في العلم وحاوية لكل مطالب الشريعة فقها وأصولا، ينتقل إلى مرحلة البحث الخارج. فالذي يدرس الأستاذ في البحث الخارج يجب أن يكون مجتهدا صاحب رأي، والطالب هنا الطالب لديه مخزون علمي طيلة السنوات العشر أو الخمسة عشر التي قضاها في مرحلة المقدمات والسطوح والسطوح العالية. هذا المخزون الفقهي والأصولي الذي لديه يأتي الآن يستثمره من خلال الدرس، من خلال ما يأخذه من الأستاذ، المعلومات التي يأخذها، المناقشات تكون مناقشة حرة مفتوحة بينه وبين الأستاذ. هذه المرحلة هي التي يبدأ فيها الحراك العلمي للطالب، الحراك العلمي فيما اختزنه من علوم في طيلة هذه المراحل وفي مناقشاته وما يأخذه من المجتهد الذي يدرس عنده. لذلك هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا، ولا يتسلم الدرس فيها إلا من هو مؤهل صاحب رأي وصاحب مبنى في الأصول والفقه. امتازت حوزة النجف تاريخيا باستقلالها المالي والإداري عن السلطة والتأثر بها، فالمرجعية الدينية هي صاحبة الفتوى المحركة للجماهير، وهذا المنصب يقتضي عدم تأثر صاحبه بأي جهة. يضاف أن المرجعية غير محددة بقومية معينة أو بعدد، ولم تؤثر هذه العوامل على الدور القيادي الذي تؤديه الحوزة في قضايا الأفراد والأمة. فالمرجع الديني يكون هو نتاج هذه الحوزة العلمية، يكون نتاج هذا الدرس الحوزوي، يبقى سنين من عمره يقضيه في طلب العلم، في الدرس، في التدريس، في المباحثة، في التنقيب،
في البحث في الكتابة، هذه كلها تنتج شخصا متميزا متمرسا قادرا على الرجوع إلى المصادر الأساسية في التشريع، قادرا على استنباط الأحكام الشرعية. عند ذكر المدارس الدينية في النجف يحضر تاريخ المكتبات العامة والخاصة ذو الاتصال المباشر بتاريخ المدارس الدينية، فحيث وجدت المدرسة الدينية ووجد ساكنوها من الطلاب وجدت في الغالب المكتبة العامة فيها. فالبداية الحقيقية لتأسيس المكتبات في النجف الأشرف كانت بتأسيس خزانة الروضة الحيدرية في عهد عضد الدولة البويهي، ثم تطورت هذه الخزانة خلال عقود من الزمن، ووصل عدد المخطوطات فيها آنذاك إلى حدود 50,000 مخطوط، إلا أن هذا العدد تقلص بفعل عوامل الحرق والسرقة والهدم إلى نحو 1,060 مخطوطة. أما عدد المكتبات اليوم فيفوق 30 مكتبة تحوي مئات آلاف الكتب في كافة العلوم، عدا عن المخطوطات النفيسة والنادرة التي يعود عهدها لعصور الإسلام الأولى. ظهرت عندنا مكتبات تأسيسية أصيلة، هي مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء رحمة الله عليه، ومكتبة الحسينية الششترية، وصولا للوقت الحاضر مكتبة الشيخ الأميني، مكتبة الإمام أمير المؤمنين، ومكتبة السيد الحكيم، ثم مكتبة الإمام حسن، ثم مكتبة بيت حنوش آل حنوش، ثم مكتبة مؤسسة كاشف الغطاء، ثم مكتبة الإمام الحسين في الكوفة، وكثير من المكتبات التي ازدهرت بها المدينة. لم يقتصر دور حوزة النجف على تخريج مئات آلاف الطلبة والعلماء عبر تاريخها الممتد لألف عام، بل أدت المرجعية الدينية المرشدة للحوزة أدواراً كبيرة على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والتعبوية، وفي الوقوف سداً منيعاً أمام محاولات الاحتلال والعدوان الغربي للتدخل والتأثير في سياسات الدول الإسلامية. فالحوزة هي الأمينة على الشرع، وهي الولي على هذا الشرع، دورها دور هداية المجتمع، ودور إنقاذ المجتمع من الضلال ومن الكفر، ودور إنقاذ المجتمع من الهيمنة الاستعمارية. إذن نقول أن الحوزة هي دائما في المواقف الكبرى تتصدى لكل أمر من هذا النوع بشكل أو بآخر. يعني لا ننسى حتى في عهد هولاكو حين نصير الدين الطوسي، هو من حمى بغداد في واقع الحال، بعكس ما يكتب بعض الناس حقدا أو حسدا أو زورا وبهتانا، نصير الدين الطوسي إنما كان أو نقول أنه ماشى هولاكو كان حفاظا على تراث المسلمين في بغداد، والبغداد عاصمة الدنيا عاصمة الإسلام، كان فيها مئات المكتبات في آلاف، هو من حمى علماء السنة قبل الشيعة. هذه إحدى الصور التي تعود لعهد الاحتلال البريطاني للعراق، يوم ثار المواطنون ضد المحتل إثر الفتاوى التي صدرت عن المرجعية الدينية بوجوب دفع الغزاة وطردهم. ويظهر أن أول المتصدين كانوا رجال الدين وطلاب الحوزة بقيادة ثلة من العلماء أمثال السيد محمد سعيد الحبوبي المتوفى عام 1915، الشيخ مهدي الخالصي، الميرزا محمد تقي الشيرازي، والسيد محمد كاظم اليزدي، الذين قادوا لاحقا ما عرف باسم ثورة العشرين. حوزة النجف لم تقتصر فقط على العلوم الشرعية، بل توسعت في اللغة والتفسير والأدب. إضافة إلى ذلك لم تكن مقتصرة فقط على الدفاع عن الإسلام وعلى
مدرسة أهل البيت ودفع الشبهات، بل حتى كانت لها مواقف وطنية ومواقف عالمية لنصرة المظلومين. هذا الدفاع الذي وجدناه عند واحد من كبار مراجع الدين وهو الشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي اعتلى سور النجف حاملا البندقية، وهو أول مرجع ديني يحمل السلاح دفاعا عن المدينة ويحرض بل ينظم فصائل مقاتلة للدفاع عن المدينة. هذا الأمر لم نعهده في المدن الدينية الأخرى. الجانب الآخر الذي نراه في الحوزة العلمية في هذه السنوات أو في القرن العشرين الحراك على التفاعل مع الحوادث الأخرى التي تجري في العالم الإسلامي على نحو العموم، في باكستان، في عملية الاقتتال الشيعي السني كان لهم دور وكان لهم كلمة في إيقاف هذا الاقتتال، في مطالبة البلاد العربية باستقلالها بجهادها ضد المحتل الإيطالي والفرنسي، كانت هناك وقفة لعلماء النجف وكانت هناك وقفة للحوزة العلمية في النجف الأشرف، في تأييد الجزائر مجاهدي الجزائر، في تأييد مجاهدي ليبيا، في إيجاد جسور من التعاون والترابط مع جامعة الأزهر، تأييد القضية الفلسطينية، إجازته إجازة السيد محسن الحكيم في صرف سهم الإمام في مواجهة العدو الإسرائيلي، موقف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء عندما ذهب وشارك في مؤتمر القدس وكان هو صاحب الفكرة في أن ننقل الحج إلى فلسطين إلى القدس، فتسنخل يحج الناس إلى القدس. لم يقتصر دور الحوزة على قيادة المجتمع عسكرياً، بل كان لطلابها وفقهائها الدور الكبير في الرد على الحملات والمؤلفات الغربية التي اجتاحت أوساط الشباب خلال فترة الحكم البعثي ورواج الشيوعية، فصدرت العديد من المؤلفات التي ترد على الأفكار المادية والإلحادية، كان أبرزها كتابا فلسفتنا واقتصادنا للشهيد السيد محمد باقر الصدر. ومن سمات مدرسة النجف واقعا هذه المدرسة إنها مدرسة التجدد، ليست مدرسة التقليد والتحجر والجمود، فهي في مكتباتها تقرأ كل شيء، كل الفكر الإنساني وكل الفكر الديني. لذا أول النظريات الذي تنشأ تناقش في حوزة النجف في حلقات درس النجف. أذكر نظرية داروين أول من رد عليها في النجف في حلقات أبي المجد الأصفهاني، وكتب رد على نظرية داروين أصل الأنواع. لم تكن حوزة النجف ذات يوم وتحدى أحد، قد خرج كتاب من النجف يدعو إلى إلغاء الآخر. يعني حتى عندنا احنا اليوم فتوى عظيمه للسيد محسن الحكيم بطهاره الكتاب، ليس فقط النقولات، ليس فقط المساله المتعلقه بالحوار مع المسلم الاخر بين المذاهب الاسلاميه، لا، الحوار مع المسيح، الحوار مع الكتابيين، مع اليهود، مع الصابئه، مع المجوس. انبرى بعض علماء النجف الاشرف وفعلا للتصدي والمناظره، مره هم يكتبوا ومرة يناظر الغير. يعني شيخ محمد جواد البلاغي كان يأتي مع اليهود في منطقة الكفل وفي منطقة بغداد حتى نتعلم العبرية وحتى يناظر هؤلاء بقضايا فكرية. مسألة بروز التيار الوهابي واعتدائهم على العتبات المقدسة أيضا أصبحت تجاهل، اتجاه عسكري لحمل السلاح لرد الوهابين، واتجاه فكري تأليف كتب للرد على السلفية. كان هناك موقف من التيارات الفكرية المنحرفة التي تهاجم العراق والتي تودي بالشراب، كان أول مواجهة
هي المواجهة مع الفكر الإلحادي للشيوعية. وهذه المواجهة أخذت حيز فترة صراع طويلة، لأن الشيوعية جاءت بأفكار جديدة، بدعايات جديدة، بأسلوب انفتاحي رغب فيها كثير من الشباب. فجاءت الفتوى الشهيرة للإمام السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه: الشيوعية كفر وإلحاد. هذه الفتوى كانت واقعا هي فتوى تقضي على الفكر الشيوعي في العراق وفي النجف الأشرف وبين شباب مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. إن ممارسة الفقهاء لدورهم على رأس الأمة وسعت من صلاحيات ومسؤوليات المرجعية، فلم يعد يقتصر دورها بالفتوى في الأمور العبادية فحسب، بل تطور هذا الدور إلى الإشراف على سير تطبيق الدستور والأنظمة ومراقبة السلطات ومناقشتها فيما يصدر عنها. ولهذا سعت المرجعية وأكدت على أسلمة القوانين لتتناسب مع واقع البلد المسلم. نلاحظ أن علماء الدين عندما طالبوا بحكم وطني لم يطالبوا بحكم شيعي، قالوا نريد ملك مسلم، ما طالبوا بحكم شيعي، طالبوا بحكم وطني يحفظ حقوق المواطنة لهذه الفئة ولهذه لهؤلاء الناس على هذه الأرض. نلاحظ في هذه الفترة الزمنية ظهور أول كتابة تعتبر كتابة دستورية في القانون الدستوري، وهو كتاب الميرزا النائيني تنبيه الأمة وتنزيه الملة. هذا الكتاب الذي يعتبر هو أول كتاب ينظر ويقنن كيفية مواجهة الاستبداد والديكتاتورية بحكم دستوري ديمقراطي. طبعا أنا تجوزا أستخدم كلمة ديمقراطية ولم يستخدمها، ولكن استخدم كيفية المشاركة، كيفية مشاركة الناس، كيفية مشاركة العلماء، كيفية تقييد الحاكم المستبد، كيفية القضاء على الاستبداد. هذا ما نلاحظه ويعتبر أول كتاب تنظيري في الفقه الإمامي في هذا المنظار. من هنا نجد أن دخلت الحوزة العلمية في باب التنظير للفقه السياسي. بعد حركة الميرزا النائيني ظهرت الكتابات في الفقه السياسي، كتابات الإمام الخميني رحمة الله عليه في التنظير والتأسيس لولاية الفقيه، ظهرت كتابات الشهيد السيد أحمد باقر الصدر في التأسيس أيضا لجزء منها في ولاية الفقيه. الحقيقة مجيء الإمام السيد الخميني إلى النجف يعتبر نقلة نوعية كبيرة، أولا ترحيب المدرسة النجفية به على أول جانب، ثانيا مواصلته بإلقاء المحاضرات اللي تجمع بين الفكر السياسي والفكر الفقهي أو الأصولي في هذا الجانب. فكان هو يلقي محاضراته على طلابه، وكانت تسجل المحاضرات وترسل إلى إيران وغير إيران، ومنها مشروع الحكومة الإسلامية الواقع، هذه كانت تسجل. ولذلك أن شعرت الحكومة الإيرانية بخطورة وجود السيد في النجف الأشرف، فأقدمت على اغتيال ولده مصطفى. هذه النقطة يعني يمكن أن أقول تهيئة للثورة الإيرانية الإسلامية، هو كان للنجف لها دور بهذا الجانب الكبير. ما زالت الحوزة النجفية اليوم تؤدي دوراً بارزاً في توجيه المجتمع وقيادته نحو تحقيق الخير والصلاح للبلاد والعباد. فبعد أن تصدت مرجعيتها تاريخياً بالفتوى ضد المحتلين أياً كانوا، من العثمانيين إلى البريطانيين إلى الأمريكيين، ها هي المرجعية العليا اليوم بقيادة المرجع السيد علي السيستاني وبفتوى الجهاد الكفائية التي أصدرتها ضد الجماعات الظلامية التكفيرية تمارس دورها في تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية والإنسانية والأخلاقية تجاه من تمثل
وفي حفظ رسالة الإسلام ودماء المسلمين. فها هو العراق يتحرر من براثن الإرهاب بفضل هذه الفتوى المباركة. إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي. في قصيدته العينية الشهيرة التي خطت على شباك ضريح الإمام علي عليه السلام وعلى محيط القبة من الداخل، يخاطب العلامة ابن أبي الحديد المعتزلي البرق سائلا عن المدفون في أرض النجف بقوله: يا برق، إن جئت الغري فقل له: أتراك تعلم من بأرضك مدع؟ وبعد مدح الإمام علي عليه السلام في تالي الأبيات، يتوقف هذا الأديب معترفا بالعجز مخاطبا أمير المؤمنين: ولقد جهلت وكنت أحدق عالم، أغرار عزمك أم حسامك أقطع؟ وفقدت معرفتي فلست بعارف، هل فضل علمك أم جنابك أوسع؟ النجف، المدينة الأولى التي عمرت وسكنت إثر الطوفان، ومنها كان مبدأ البشرية الثاني مع نبي الله نوح. تلك الصحراء القاحلة أودع في ثراها رجل أحيا النجف في حياته ومماته، لمجاورته سعى المريدون، بقرب ضريحه أوصى المحبون أن يدفنوه، لزيارته يأتي الناس من أرجاء العالم. وفي مشهده الجليل نشأت الحوزة التي خرجت ولا تزال عشرات آلاف العلماء، فكانت النجف بحق مدينة العلم.